اهلا وسهلا، تحيه لكاع الناس اللي كيشوفونا عبر اميرو 24. انا جيت لبروكسل ان شاء الله باش نحضر معكم واحد السهره كبيره باش نحتفلوا جميع بعيد الحب، واللي فيها مجموعه من الفنانين ومجموعه ديال المفاجات. فان شاء الله انا كنتسناكم باش نتلاقاو جميع وندوزوا لحظات زوينه. اول مره كنجي نشوف بروكسل وكنجي نشوف الجاليه اللي كاينه هنا في بروكسل، والحمد لله من البارح كان استقبال رائع، والناس اللي تلاقيت معاهم سواء اللجنه المنظمه سواء الناس اللي زاروني واللي تلاقيت معاهم الحمد لله كلهم حبوبين، وهذا ماشي غريب على الجاليه المغربيه في جميع البلدان. الوغ الجديد كيف ما كتعرفوا بالنسبه للتمثيل، اخر حاجه كانت دور خناته في مسلسل القلب مجروح، واللي الحمد لله الناس حبوه، وكان لي الشرف انني غنيت الاغنيه الجينيريك كذلك اللي الزموريه. كذلك حب ايميتاسيون اللي كانت من اخر الاصدارات الفنيه في الغناء ديالي. وكاين الخير القدام ان شاء الله، كاين مشروع فيلم سينمائي، كاين اغاني جداد، كاين ان ديو مع واحد الفنان مشهور، فنان عربي، وكاين موجود الخير حقيقه. بالنسبه للتمثيل هاد السنه هذه ما عندي حتى شي حاجه، لانه كيف ما شتي 2018 واواخر 2017 كانت عندي مليئه بالاعمال في الميدان، يعني في الغناء، سواء سهرات سواء مهرجانات، كذلك التزامات فنيه. فحقيقه ما كانش الوقت باش ندير شي عمل في شي دور في مسلسل. وكاين ان شاء الله الحوايج زوينين اللي جايين، وكنتمنى انني دائما نكون عند حسن ظن الجمهور ديالي سواء داخل او خارج المغرب. وحقيقه انا فرحانه بزاف اللي متواجده في بروكسل، واللي غنتلاقى مع المغاربه اللي عايشين هنا، وماشي غير اللي عايشين هنا، لان اول ما حطيت لافيش ديال لا سواغي تلقيت مجموعه من المكالمات، مجموعه من الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديالي سواء فيسبوك او تويتر او انستغرام وسناب شات كذلك. فكاينين الناس بزاف اللي جايين من انجليز، اللي جايين من هولندا، اللي جايين من المانيا، اللي جايين باش يتفرجوا فينا، وهذا الشيء كيفرحني بزاف. وكذلك كنبغي نوجه تحيه كبيره لي فانز ديالي عبر اميرو 24. كنقول لهم ميرسي بوكو بوغ فو ميساج. انا غادي نقول لك انا من وجهه نظر ديالي، انا حقيقه ما بالنسبه ليا تقول لي اليوم العالمي للمراه، اليوم الوطني للمراه، يوم الحب، عيد الحب، جو سي با، انا بهاد الاعياد هذه ماشي ما غنقولكش ما كنعترفش بها، يعني بالنسبه ليا انا ما كنحتفلش بها كاشياء رسميه، كنحتفل بها مع الناس. بحال دابا اليوم العالمي للمراه كتكون عندي مثلا شي سهره بمناسبه اليوم العالمي للمراه الى اخره. فانا بالنسبه لي باغ اكزومبل باش نحتفلوا نعطيو للمراه نهار واحد بور موا سي انجوست. دونك انا بالنسبه لي كل نهار هو عيد المراه. كذلك بالنسبه لعيد الحب، حنا بغينا ايامنا كلها تكون حب، ما كاينش غير الحب ما بين الرجل والمراه، اكيد كاين حب الاولاد، كاين حب الاسره، الاباء الى اخره. فاحنا الحمد لله على طول الاوقات كنعيشوا. انا كنتسناكم ان شاء الله احبابي وصحابي باش تجيو تحضروا معايا في السهره اللي غادي تكون في بيرمنغهام بالاس لو 14 فيفريي بور لا سان فالونتان. غادي نكون فرحانه بزاف اللي غادي نشوفكم. كنقول لكم كنبغيكم، كنموت عليكم، وتسناو الجديد ديالي قريب عبر اميرو 24. شكرا للمنظمين هاد السهره هادي، شكرا اميرو 24، و جو فو دي جو فو امبراس تري تري فور يا تري تري بيانتو.